كما الجحمون البرازيلي بيلي غارينتشا ريفينيلو توستاو سوكراتيس زيكو بيبيتو روماريو رونالدو ريفالدو يلعبون وكانهم يرقصون السامبا. وي داكور هدرت عليهم بصح كما كاين حاجه تاع بيلي باسكو يبقى لو روا على كل كاين حاجه تري تري امبورطون اللي هي الوقت هذاك ماهوش كيما الوقت دوكا تاع ميسي ودوكا يزيتي با بروتيجي صح كانوا فوتبول واش الضربه كانوا صح لي ديفونس كان بحال جوار توشي ابان كوفرون شوف بولي يدير امور يعني اللي كاين دوك صغار ما شافوش بولي بولي حاجه يعني خارجه كاع من الاخر جوار تاع لاكتيال دوكا اي سون بيان يعني بروتيجي تواسير بولي شوف كسا سوا بالدماغ كسا سوا بلي سوا كسا سوا بلي منا حاجه سي فري انا ديغو بصح يعني حاجه خرق العاده 3 كوب دي موند على لاج دو 16 ل 17 في شيلي 62 في شيلي البرازيل انا داك هو ما لعبش ما كملش لا كوب دي موند لعبوا مع البرتغال هذاك لو ديفونسور البرتغالي لا مانيش غلطه قالوا ثلاث شهور ويدرب على شجره يطاكلي في الشجره باش كيضرب بيلي باسكو بيلي كان صحيح واش كيش داير عباك خرجوا خلاص نحام لا كوب دي موند على ليبوك با مع غارينتشا امو بور بيلي باش يروحوا انا نظن بيلي هو كرة القدم شخصيا فور هادي منير هذا هو هذا عنوان منير كرة القدم شخصيا هذا الانسان هذا ارقام خياليه ثلاث كؤوس عالميه متعه كرة القدم انا ما عنديش كلمه غير نقول لك هذا هو ميسيو فوتبول سي بولي ميسيو فوتبول قلت كلش سيدهم الكره تبكي راني مع الاخ واش قال كي تقول كرة القدم تقول بولي ما انا ما قال ما لحقتش على هذا الاخر باينه سي نورمال مي كاين بولي مرة انا ما لحقتش انا ما لحقتش خويا العزيز كان عندهم حظ لا ثاني ما لحقتش كنا كاع ما شفناش بولي شفناه كي تقول كرة القدم بولي مارادونا هادو جيت جيت طبعا هذا ما تعلق كمان عندي اضافه صغيره بولي جا ثلاث مرات الجزائر جا الجزائر 65 69 و2001 بارك الله فيك هذا ما تعلق بزياره الملك بولي الى الجزائر الى مقتطفات لاهم ما مر عليه كمال جحمون كلاعب متألق كان يملك يسرى من أروع ما يكون يسرى كانت عابرة للقارات لما تتجه للحارس ولمنطقة 18 متر خطيرة كبران ثلاث مهاجمين مع خمس مدافعين أربعة الآن مع خمسة كبران اللي يجحمون على الجهة اليسرى ولكن عنده القذفات برجل اليسرى يهي نفسه رائع هدف من أروع ما يكون من جحمون كمال شيء منتظر كنا نقول بأن جحمون كمال يحوس على المكان اللي يسمح له باش يقطف هدف نقدر نقول من أروع ما شاهدنا في ملاعب الكرة الجزائرية من بعد حوالي 25 متر جحمون كمال يفتح باب التسجيل لصالح فريقه الأولمبية وضد فريقه شباب الوداد في الدقيقة 47 46 من الشوط الأول هذه هي كرة القدم فريق مسيطر وفريق مسجل شيء منتظر أم لاعب كريم نقولوا بلي نجمو ننتظروا هذا اللقطة هذه لفريق المدية يعني عيسى أحمد لكمال جحمون بلعبها طويلة بالقدم اليسرى لكن الكرة سهلة عند حمود سلطان هاتو خد بختيش عبد النور بختيش والهدف الأول عن طريق نجم المباراة بختيش عبد النور في الدقيقة 31 يسجل بختيش عبد النور الهدف الأول في المباراة المحرك البحريني هدف التعادل تشاهد صاحب القدم اليسرى الهائلة يسدد في الزاوية البعيدة ولذلك سيبقى يترقب وينتظر ما ستؤول إليه المباريات القادمة من هذه البطولة جحمون كمال يسدد باتجاه المرمى طبعا هذه مقتطفات طبعا لأهم أهداف كمال جحمون شيدهم ما كان قوية والله انا نسمع علاش في الاول قلت له كنت في المديه العام اللي فات الحق قاع يبغوا قاع يهضروا عليه بصح انا ما كانتش عندي فرصه ما نعرفوش اليوم كانت لي الفرصه باش نتلاقى به صافي بليزير سي بيان دوماج للفوتبول تلقى ناس كيما هادو بعاد على الفوتبول كيما كنا نهضروا قبل فهمني اعطاني واحد صوالح اللي نتمنى ان شاء الله يستافدوا منه تكون كي ونبرقاسي كيقولوا كمال جحمون عمار كبران ما على باليش عليه
هذيك ديو من اروع ما يكون. ديو من اروع ما يكون. انا حصل لي خويا عمار قبيله مكابر، عمار كبران الحيوه بالمناسبه علي بزاف خويا، يسلم علي بزاف، الله يجازيك. كما يقول لك كان عندي شويه حظ، حضرت لقاءات تاع كمال جحمول. انا ثاني حضرت مع اتحاد بوليده مع مولوديه الجزائر، شباب الوزداد، اولمبي المديه. نتمناو نشوفوا مهاجمين، نتمناو نشوفوا مهاجمين كما كمال جحمون اللي راه يخصو بزاف البطوله الوطنيه، وراهم هاد المهاجمين للاسف. هذا البيتاو، هذا الهدف ضد اتحاد العاصمه انطلق من وسط الميدان، راه بن طلعه ياسين، وهدف ايضا رائع ضد اتحاد الجزائر في دربي رائع. واش السر تاعك كمال، تاع اليسرى تاعك؟ الله يبارك، رب العالمين، موهبه ربانيه هذه، هبه ربانيه عند ربي سبحانه. ما خدمتهاش ب نو سي 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 بون باش كنت لافرون جو سالي يعني الشيخ عيسى حمادي ملي كنت صغير. بون سي فري كان من الاول كنت نخدم حتى بلي 200 بول، انت بلي 200 بول. اسمع يا سي، المهم عند ربي العالمين واش ني خدمنا، خدمنا مع دي زونسيان كلش وخدمونا وكونسيونا، سي بور سا اللي وصلنا لو نيفو هذا. وبتعرف الماتش هذا كاين اكزوت صغيره ومام هو قال عليها، يعني كنت علم من عندنا الحمد لله، سلم عليه فوزي الدوب اللي تي رامباسور دو بال في الماتش هذا. وقدام من عندنا فوزيل، والحمد لله الناس متواضعين كيخو منير اللي سلم عليهم في زوج صافي بليزير. وفي لاكسيون منير اللي لعب معك في سي ار بي، وفي لاكسيون تاع البيت كونت ليوزما كان مع مراد حوش. هذاك هذا مراد حوش كان كرون جوار، مراد حوش خرج ليكول تاع روامار، لعب كاتيجوري جان في الحراش حتى سينيور. مراد حوش والله ما تحقوا في الفوتبول على بالك، كان ان ارتيست اوديل، اوديل تاع الانجليش، انا اوديل تاع الانجليتير عباك هكذا غير تي سباس يدير بليك، كان تكنيسيان دريبلور حاجه قد جوال ما كاش. كانت كاينه الموهبه دوك كمال، نقصت شويه الموهبه بارابول. كان مراد حوش في نفس الفتره اللي كان معاهم كمال، كان ثاني لاعب كبير ولعب موهوب، لعب في الاتحاد الحراش، لعب مولودي الجزائر، كان رشيد مخلوفي ثاني. صحيح 10 كان فيصل قطوش كذلك، كانوا لاعبين موهوبين، لاعبين ياسف. انا حبيت حاجه بركمال، الناس هذو اللي لعب فيهم كاع كمال جحمون، حتى فريق ما خمم يستفاد من الخبره تاعو الكفاءه تاعو. سي با نورمال، والله غير سي با. كان مدرب صعد مع خمس فرق كمال جحمون، لكن غير موجود حاليا في المجال التدريبي. كمال جحمون غير موجود، كو جي دي قالي ديبلوم. شوف الله يبارك الوقفه هذه، الله يبارك. لو تعطينا صوره مكبره يا حسين العريبي، قوه المهاجمين في السابق هذه مع شباب الوزداد. شباب الوزداد بارك الله، هذه صوره طبعا مع مولوديه الجزريه سيدهم للاسف. شوف الله يبارك، شوف ياس تعليقك. للاسف كما قلت لك ما يستافدوش منه الفرق سوا ديزون اللي لعب فيهم، ولا مام الفرق الاخرى، باسكو كي تشوف شوف الموهبه كيفاش، شوف الوقفه الله يبارك. شوف نتمناو باش كاين بزاف صوالح ماشي بلاصتهم في الكره القدم الجزائريه، كاين بزاف ما كنا نهضروا ما نكملوش. برك كمال باسكو الياس لعب مع لي كلوب المديه، كاين كلوب اللي لعبت معهم ما لازمش ننسى اللي هو تحت حجوط. الله يبارك سيدي النصر رينغواح، سي ان كلوب كو جو ريسبكت، مام ناسهم لاباس، ومام ايكيب صغيره لعبت معاها وكنت عندي اكسيسون معاهم وسلم نساهمش. اتحاد بوهارون فوالا شتوني ربي يقدرك، ربي يقدرك يا سيدهم. راك دخلت في تربص مع لاعبين دوليين كاف سي وكاف بي في برنامج مكتف او تكوين مكتف، واش رانا نشوف الصور مع توفيق قريشي وايضا مصطفى بسكري وزهير جلو. تفضل تعليقك. الحاجه الاولى نشكر الفيدراليه الجزائريه اللي عطاتنا الفرصه هذه باش نكونوا ضمن متربصين هنا في التربص هذا تاع فاست تراك. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا، ونتمنى صافي بليز نخدموا فيكم بيان سور. ما باسكو حاج عيسى بعيسى، ركزوا لي على واحد لا فوتو تاع كريم غازي. يا كريم غازي شري بيت مجتهد هكذا، شوف لي ابتدائي تعطيها لي بعد لحظات. بونقجه ايضا هذا الزاهر جلول مع عيت مولود، هذا الزافور مع بونقجه، كان ستوبر هايل. ليك فريد غازي، ليك ركزوا لي على فريد غازي في الصوره. كاين الياس بوكريا، حسين العرفي، كاين حاجه كمال بصح لازم الله يبارك. ويا كمال لازم حاجه نقول، فتنا احنا الشيء هذا ومن بعد دارونا كوتي ان شاء الله، معليش ان شاء الله يخلوهم ان شاء الله يقاو خدمه الجزائر في الاخر تاعنا، واش عطينا تو لي سيرفيس عوديه اللي كان معاهم ايضا. معليش
الناس هذو اللي جاوا مورانا ان شاء الله ان شاء الله يتهلاو ان شاء الله ان شاء الله كما قال ان شاء الله نستافدوا من هذا التربص هذا ونشكر المؤطرين اللي كانوا معنا يعطيهم الصحه اللي ما بخلوش علينا ونشكر اللاعبين اللي كانوا تما بالك لاعبين بلولي فارد حي والمناسبه شيبان جليت حاج عيسى يخلف جليت ديجا راه جليت ديجا مدرب في الثوره نتمنى ان شاء الله يوفقوا ما ناس تعلمت منهم بزاف نتمنى ونزيدوا نكونوا في المستوى بارك الله فيك الشروك يا سيدهم راني جاي كامل جحمون كلمه ختاميه نتمنى كل توفيق في مشوارك التدريبي رفقة ودة تلمسان وإن شاء الله الأمور تاعكم تحسن إن شاء الله. الله بارك الله فيك سي كمال ونشكرك بزاف على الاستضافة ونشكر الأخوين وكان لي الشرف باش نكون حاضر معاهم ونشكر قناة البلاد. شكرا. ونتمنى إن شاء الله نكونوا في ودنا. إن شاء الله وتبقى قناة البلاد قناة كل الجزائريين دون استثناء ويبقى هذا البلاطو مفتوح لكم جميعا دون استثناء. كمل جحمو بارك الله فيك. الاول سي فيت ان بليزير باسكو معك دائما الله يعيشك ونشكر قناه البلاد وين دائما كي نجي جو مصالاز مع لا جونس الله يبارك لنا استقبال الله حقيقه ماناش نوسو في شتوني جيست برك ان دائما باسكو عفرون نسلم كاع الناس عفرون بحوايجها بلاصيتي بورومي بني جماعه بكامل كاينه حاجه الله يرحم خويا عبد القادر الله يرحمه الله يرحم عبد القادر بارك الله اونسيان جوار اونسيان جوار ثانيك ودحماني منصور ونطلب الشفاء ان شاء الله محمد حسن راه حسن راه مريض بزاف والاخ اللي عزيز عليا رشيقي كمال اللي ربي يشافيه مول العمليه تاع عيني ان شاء الله ربي يشافيه هو كمال بوخانه كمال تاع العفرون ربي يشافيه ان شاء الله بوخانه ان شاء الله ربي يشافيه ان شاء الله ويكون بخير ان شاء الله ان شاء الله طبعا منير بن قاسي بارك الله فيك كمال فيك بركه نود برك نباركوا الفريق بلوديه الجزائر لكره اليد اللي تحصل على كاس الجزائر رقم 30 واللقب رقم 91 كمان في البالماريس تاعو ونطلبوا الشفاء العاجل لخونا حمزه بركاوي اللي راه في القلب وما نسيناكش ان شاء الله نتمنى لكم الشفاء الياس زيد غير حاجه كما قال نطلب الشفاء للاخ حمزه بركاوي الله ربي يشافيه ربي يشافيه نبلغ تحيه تاعي للوالدين الكريمين نشكرهم بزاف وربي يشافي الوالدة ان شاء الله ان شاء الله ربي يشافيها لك وانا ايضا بدوري تحية فقط من ابن محمد حمزة محمد حمزة بوقرة من نوتردام افيك السيدة الافريقية بالجزائر يقول لك ترحموا يطلب الترحم على الاب تاعو البروفيسور بوقرة عمر كان بروفيسور معروف في نوتردام تعرفوا الله يبارك الله يرحمه برحمة الله نترحموا عليه الله يجازيك عن كرون بروفيسور من طرف الامتاع المتواجد بوهران نتمنى له طبعا كل توفيق وتعزيه لعائله تشيبوط من بيرفور بالحراش عائله تشيبوط اللي لها صله وعلاقه بلونتونت بلو اس اس طبعا في وفاه الام تاعهم فاطمه العلالي الله يرحمها حرم سعد الشيبوط طبعا رحمه الله عليها في الختام تحيه لجلال يعيش المشرف طبعا على هذا العدد حسين العريبي في الاخراج طبعا مروان في هندسه الصوت رانيا طبعا في سكريبت ايوب ونيس غيلاز محمد ايطو وبوسري ايضا وكل من ساهم في انجاح هذا العدد عامكم سعيد كل عام وانتم بالف خير نلتقي يوم الاثنين في عام جديد 2023 مع برنامج احكي بانون الذي يبقى برنامج لكل الجزائريين دون استثناء ليلة سعيدة في أمان الله.